السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم كيفية تحضير طاخت بنكهة الفراولة والفستق. طاخت اللي كتجينا جميلة في المنظر وخاصة اللذيذة، كنحضروها بثلاث طبقات. فوق عجين الصبلي الطبقة الأولى كنحضروها بكريمة الفستق، الطبقة الثانية كنعملوها بحشو الفراولة، اما الطبقه الثالثه فكنعملوها بغناش الشوكولاته البيضاء، ثم التزيين غناش الشوكولاته البيضاء وحبيبات الفستق. نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. غناش الشوكولاته البيضاء 200 غرام شوكولاته بيضاء، 100 غرام من الكريمه السائله 35% من الماده الدسمه، 180 غرام من كريمة سائلة 35% من المادة الدسمة، ونكهة الفراولة كتبقى اختيارية. أول حاجة كنوضعو 180 غرام ديال الكريمة السائلة في كسرول فوق نار متوسطة وكنخليوها تسخن حتى الغليان. مني كتسخن لنا الكريمة كنوضعوها فوق الشوكولاتة، كنخليوها واحد الدقيقة تقريبا حتى كترخى الشوكولاتة يترخى لنا. من بعد عاد كنبقاو نحركو حتى كندوبو الشوكولاط في الكريمه. مني كنتاكدو بان الشوكولاط كله ذاب ما بقى لينا حتى طرف، هنايا كنزيدو 100 غرام ديال الكريمه السائله الباقيه بارده. كنزيدو كذلك نكهه الفراوله اللي كتبقى اختياريه. كنمزجو الكل حتى كيولي لنا الخليط متجانس. كنوضعو فيلم بلاستيكي فوق الخليط وكنخليوه في الثلاجه يرتاح لمده 6 ساعات على الاقل. بالنسبه لحشوه الفراوله 400 غرام فراوله، 2 ملاعق كبار من عصير الحامض عصير ليمون، 2 ملاعق كبار من النشا، وملعقه كبيره من السكر جلاسي. هنايا كيبقى على حساب الحلاوه ديال الفراوله. مباشره من المجمد كنوضعوا الفراوله في كاسرول فوق نار متوسطه. ملي كتسخن وكتبدا تغلى لينا كنحيدوها من فوق النار، كنطحنوها مزيان حتى ما كيبقاوش لينا دوك الطريفات ديال الفراوله. كنرجعوها فوق النار متوسطه، كنضيفوا عليها عصير الليمون عصير الحامض، كنمزجو مزيان وكنعاودو نزيدو النشا اللي كنكونو غربلناها من قبل. كنبداو نمزجو مزيان حتى الخليط كيندمج مع بعضو كيولي متجانس، عاد كنزيدو السكر جلاسي. بالنسبه للسكر جلاسي هنايا تقدروا تزيدو معلقه او ملعقتين على حساب المذاق الحلاوه ديال الفراوله. غير كيبدا يتغلى لينا داك الخليط وكيبداو يبانو لنا ديك الفقاعات كنحيدوه من فوق النار. ومباشره كنوضعوه في صحن كنفلميوه على السطح وكنخليوه على الجانب الا كنا غنستعملوه من بعد، اما الا كنا غنستعملوه يعني ايام من بعد فهنا كنديروه في الثلاجه. اما عجين الصابلي عندنا 200 غرام ديال الدقيق، 100 غرام زبده حراره الطبخه اللي قطعناها طريفات صغار، 50 غرام سكر ثقيل او 75 غرام سكر جلاسي، بيضه واحده من الحجم الصغير من الافضل تكون فيها 41 غرام، الملح ما يعادل 2 غرام، 25 غرام مسحوق الفستق. في صحن كنوضعوا الدقيق، كنضيفوا الملح ثم السكر الثقيل وكذلك الزبده اللي قطعناها طريفات صغار بحراره المطبخ. كنبداو نرملوا هنايا الخليط ديالنا بالاصابع، يعني ما كنعجنوهاش غير كنرملوها بهذه الطريقه. كنضيفو مسحوق الفستق وكنبقاو نرملو من جديد. هذا هو القوام اللي كنحصلو عليه. من بعد كنزيدو ديك البيضة ديالنا وكنعاودو نمزجو العجين، يعني غير كنخلطو ديك البيضة ما كنخدموهاش بزاف باش الزبدة ما كتدوبش لينا في العجين وما كيتعجنش لينا. من بعد كنوضعوا العجين فوق سطح العمل وكنبداو نضغطوا شويه عليه بالكف غير كنتاكدوا بان ما بقى لينا حتى شي طرف ديال الزبده. من بعد كنعطيو العجين شكل دائري، كنضغطوا شويه من الفوق وكنديروها في فيلم غذائي
وكنوضعوها في الثلاجة ترتاح لمدة 30 دقيقة. وأخيرا كريمة الفستق 50 غرام، مسحوق الفستق 50 غرام، دقيق نكهة الفستق 50 غرام، سكر ثقيل بيضة واحدة 5 غرام، نشا و50 غرام من الزبدة. كنوضعو سكر ثقيل في صحن، كنضيف عليه البيضة، كنمزجو مزيان، ثم كنضيفو الزبدة، الزبدة اللي ذوبناها شوية في الميكرويف. ومن كتجانس المقادير مع بعضها، هنايا كنضيفو مسحوق الفستق، الدقيق، ثم النشا، ومن بعد كنخلطو كما كتشوفو المقادير مع بعضها. هنايا كنضيفو النشا باش ملي كنديرو داك كريمة الفستق في لاطارت ملي كطيب ما كتنفخش لينا، كتحافظ علينا على كنحافظو على الحجم اللي وضعناه به في الفرن. اخيرا كنضيفو نكهة الفستق. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. كنوضعوا الكريمة على الجانب. من بعد مرور 30 دقيقة كنخرجوا العجين ديالنا من الثلاجة، وهنا كناخدوا واحد المول اللي فيه 24 سنتيمتر دو ديامتر، كندهنوه شوية بالزبدة، وكنبداو نبسطوا العجين ديالنا وكنحافظوا على الشكل الدائري. من بعد ما كنبسطوا العجين ديالنا كنهزوها بالرولو بهذه الطريقة، وكنوضعوها فوق المول اللي وجدناه من قبل. كنبقاو نضغطو مزيان على الجناب، من بعد كنتخلصو من العجين اللي زايد. طبيعة الحال فالعجين اللي كيشات لنا اما كنعملو به واحد لاطاخت اللي هي صغيرة، او كنديرو به التزيين، او كنديروه في المجمد لعدة شهور، او في الثلاجة لعدة ايام. كنبداو نفرقو العجين على المول باش ما كيتلصقش لنا اثناء الطهي، وكنديروا المول ديالنا في الثلاجه نخليوه كذلك 30 دقيقه تقريبا. انا العجين اللي بقى ليا هنا حاولت نزين به شويه كما كتشوفوا معايا، خديت واحد القليبات، تاخذوا اي شكل كتزينوا به لاطارت ديالكم من الفوق. من بعد مرور الوقت الكافي في الثلاجه كنخرجوا المول ديالنا، وكنوضعوا فوق منه كريمات الفستق، كنبسطوها مزيان كما كتشوفوا معايا، وكنوضعوها في الفرن كطها لينا على 180 درجه لمده تقريبا 30 دقيقه. من بعد ما طابت لينا لاطارت ديالنا كنتخلصوا من المول وكنخليوها تبرد. والان غادي ندوزوا للمونتاج. من بعد ما بردت لينا لاطارت كنوضعوا حشوه الفراوله فوق منها الطبقه الثانيه، الطبقه الاولى يعني الطبقه الاولى كانت كريمه الفستق، الطبقه الثانيه غادي نديروا حشو الفراوله. كنبسطوها مزيان فوق لاطارت، كنحصلوا على هذا الشكل، كنوضعوها على الجانب. والان غادي نخرجوا غناش الشوكولاته اللي وجدناها من قبل، يعني 6 ساعات من قبل، كتكون بارده مزيان. كنطلعوا لا غناش ديال الشوكولاته بالدرب الكهربائي شويه بشويه، يعني ملي كيبداو يبانوا لنا داك الخيوط كنزيدو في السرعه وحنا غاديين حتى كتمونط. وحذاري حذاري ما تمونطيوهاش بزاف، لانه الا خدمناها بزاف راها ما كتصدقش لينا. كما كتشوفوا معايا هنايا كنحصلوا على واحد الغناش اللي هي متماسكه. كنوضعوا لا غناش ديالنا فوق حشو الفراوله، كنبسطوها مزيان بهذه الطريقه. واخيرا التزيين فهو كيبقى اختياري. بالنسبه لي انا خديت واحد القمع مسنن كما كتشوفوا، الحجم ديالو 12 سنتيمتر دو ديامتر، وكنبدا نزوق لاطارت ديالي بهذا الشكل. وكنبدا نرش بحبيبات الفستق اللي كيعطيها منظر جميل.
واخيرا كنختم بالتزيين هذوك القليبات اللي وجدت بلاباط العجين اللي بقى ليا، كنزين بهم حتى هما. وهذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، فاذا كان كذلك ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله.